خسارة بس علم في الوقت الذي فيه يعلو الإفك في مصر النبي وجيوش العرب يجري حشدها لجيوش العرب ذال الأجنبي ندد القوم بصوت واحد بفعال أين مجدا دانت الدنيا له مر دهر شمسه لم تغرب أي ليل حالك نحن به فعلكم ما سكتتم طول تلك
الحقبي سيد نقطة البدء هنا قد يسير الوقت للمنقلب إن صمتتم صار نطقا فعلكم ما سكتتم طول تلك الحقب إن صفت نياتكم ما بينكم ودعوتم ربكم أن يجتبيه